خرب يومها غير طاحت رجلي وهذا ماكو وين هذا القرد عمي الله يساعده خاب ما تندل وين مبدعين العرب مركز مبدعين العرب مو متت وباكر عند لقاء واريد بوست يا قاسم هلي شو سولف وين شلون خاب غير متت اريد اندل المركز مال مبدعين العرب وصلت وين هذا الخدمي مال زيونه من ملعب الشعب ومن تقاطع الربوعي شو غير ميتيه وصال لساعه يعني ملعب الشعب وبالشارع الخدمي وحط القران صدق زيونه براسه 60 حام لا جاي طرد براسه 60 حام اتشرف فيك عاش ايدك ليش اختاريت مبدعين العرب؟ دخيل الكعبة أول شيء متي ملعب الشعب يعني بس الرياضيين يجون كم وذراعا للقرعة بعد ما أريد كون أجي أردهلي ما يشوف ما يعرفوني أطبلهم يتفاجئون على راسي شو مرمر راح أشد لك شعراية طبيعية 100% شعراية وحدة؟ لا شعرايات مو بس وحدة شعراية وحدة $180 بها ضمان مدة سنة يعني سنة إلا يوم إذا صار بها خلل أريدك تجيني أنت والجماهير لا أسوي لا هاي السنة عمك كون طلعني 6 أشهر انعم الله غير رخيصة هي أجي أشد مرة ثانية بس قل لي هاي القرعة تروح؟ تروح لا لا والله استريح أراد يومك استريح يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اليوم دخيل الكعبة صدق ضيم اليوم بمركز مبدعين العرب بالشارع الخدمي ولقيت لكم مركز دخيل الكعبة عم مع احترامات الباقي المراكز صدق خد تطبق على صفحة لو تعزل احسن لها راح يخربون الاول والتالي اتكت لك شلون تعرفه مركز عملاق المركز العملاق ما طول عده افرع متعدده هذا صدق مركز براسه 60 حال بالبصره بالرماد بالموصل حتى بالاردن دخيل الكعبه عمه والله حتى بتهوك ماكو هيجي عمي مركز صدق براسه 60 حال ومع احترامات المراكز خايف يفتحون ان شاء الله احسن لهم مركز ضيم يا الله اللهم صل على محمد والي محمد دخيل الله بس باوع البوستيج الضيم يستاهلون واحد يعلق عليه ابو عليو حبيبي هاي من نصعد على الكله لا تقول لي توقع ما توقع حتى اذا تريد تضرب دبل على الطاير ماكو لا لا الله شاهد دخيل الكعبه يعني حتى اللواعيب تفيد اللواعيب يعني اللواعيب كلها راح تجي لهذا المركز بسم الله وعلى بركه الله اعزائنا المشاهدين اعزائنا المتابعين بعدسه على عطوان العملاق ملك التصوير هنا في مركز المبدعين لابد ان نتكلم عن المبدعين ولابد ان نحكي بمشوار الملوك الزعابه فقط للكبار عمي خلف الله عليك ولو ما انت صدق ما اجي وما اطلع هيك شاب براسه 60 حاض التسريح عظيم والتقرد ضيم بنقرد عم صدق مشكور وبراسك 60 حاض روح انا ياك شو